السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة، وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي، واليوم راح أشرح لكم مجموعة نماذج أسئلة لمادة النحو المرحلة الثانية كلية التربية، والمرحلة الثالثة كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية. طبعا هاي نماذج من الأسئلة، وهنا بهاي الأسئلة يعني الأستاذ مثلا عندك السؤال الاول قايل لك indicate the patterns، يعني سوي الباترن، يعني تقول له مثلا الفاعل الفعل الجملة والى اخره، يعني توضح له الباترن. السؤال الثاني قايل لك classify the underlying words، يعني يريد الفورم والفانكشن والبوزيشن، وهاي موجودة بتشابتر 16. بتشابتر 16 موجود هذا الكلام، يعني شرح عنه، واحنا مشارحينه على اليوتيوب. منطيق جملة، منطيق جملة مجرد خط جواها، وقايل لك هاي الجملة كلمة سوي لي الفورم مالتها. الفورم مالتها يعني يريد الاسم، يعني صيغتها شنو هي، مثلا اسم. الفانكشن يعني وظيفتها، يعني شنو، مثلا هل هي فاعل، هل هي فعل مفعول ظرف، يعني مفعول به عفوا، هل هي يعني تكملة، يعني الوظيفة مالتها شنو، شغلت بالجملة. الفورم يعني صيغتها، فعل اسم صفة. البوزيشنز يعني موقعها، هل هي ذات موقع فعل، ذا موقع اسم، هيك يعني. وهذا طبعا البوزيشن ما بوزيشن يعتمد على الفانكشن، يعني يعتمد على الفانكشن مالتها. الفانكشن مالتها هو اللي راح يعتمد، راح يسوي البوزيشن. فدائما من تريدون تحلون، دائما حلوا الفورم اول شيء، وبعدين حلوا الفانكشن، ثم حلوا البوزيشنز خلوا اخر شيء. هنا بيك اوت ذا كواليفايرز، قال لك طلع لي الكواليفايرز، وانديكيت ذير فورم كلاس، حدد النوع. موجود هذا ايضا من مواد النحو المرحله الثانيه. يوز ذا كومباوند بروبوزيشنز، هنا بنعطيك مجموعه من حروف الجر، وقال لك خلي اياهن بجمل. اعطيك مجموعه حروف الجر وقال لك خلي اياهن بجمل. والسؤال هنا ايضا اخر، join the sentences by relative pronouns، منطيك جملتين وقال لك اربطهم بأداة ربط، بضمائر الربط اللي هم ضمائر الوصل، اللي موجودات ايضا بكتاب النحو تشابتر 11 12، هي تشابترات يعني 11 12، قال لك اربطهن. هنا قال لك انطيني صيغة الجمع، يريد صيغة الجمع لهاي الكلمات، ما اعتقد شيء صعب. هنا give the original forms، انطيني يعني اصل الكلمة، يعني معناها هذين الكلمات يريد اصلهن قبل الاختصار. ليزر شنو اصلها مثلا، تنطي اصلها هيك. شوف هنا هذا السؤال بفكرة هواي طلاب يعانون من عنده، use the prefixes. هنا بهذا السؤال شو مسوي الاستاذ، يعني منطيك معنى المورفيم يريدك انت تفكر له، يعني مثلا not agree، انت لا توافق، معناها disagree هيك. مثلا يعني not honest، يعني غير صادق، ايش تقدر تقول مثلا un honest هيك، يعني active inactive. مثلا قال لك you are not happy، مثلا انت لست سعيد، ايش تقدر تستخدم لي prefixes اضافه حتى تقدر تغير المعنى ويكون مشابه هيك، يعني ينطيك معنى المورفيم ويريدك تستخدم له واحد. هاي النمط من الأسئلة اللي كان يجيبه أحد الأساتذة في الجامعات العراقية. أنا ما هو معنى البريفكسز، يعني تشرح معنى البريفكسز، يعني ايش يريد معناه، او ممكن يجيب اختيارات، وهنا جايب اختيارات. يعني طبعا أسئلة، يعني ما هي أسئلة بسيطة حسب المادة، ما تجيك أسئلة جدا معقدة. هاي الأسئلة راح أخلي الرابط بالوصف، هاي الأسئلة تابع جامعة تكريت. إذا عندك أي سؤال أو شيء تقدر تضيفه بتعليقاتنا بقناة اليوتيوب، وننزل شرحه كل سؤال، وإحنا حاضرين إن شاء الله وياكم. أي سؤال أو استفسار تفضلوا.